اسمع يا عماد، انا عارف ان كوريا فيها مليون عيب، لكن فيها ميزه مهمه جدا بالنسبه لي، ان لو دخل حسابها 50 مليون دولار مش هتفكر لحظه واحده انها تسرق مليم منهم. يا حبيبي ما هم عمرهم ما يخشوا حسابها بطريقتها واسلوبها دول. عماد، كوريا بالنسبه لي جزء مهم من الخطه، بس مش هي كل حاجه. اسمع، خليك انت بس معاهم وانا هفضل معاكم من بعيد لبعيد، ونحاول يا عماد نفضل مسيطرين على الموقف. يس ايجيبشن مروان هيز هير تيل هيم ام بيزي. لا لا بالعكس، اقعد معاه وشوف هو عايز منك ايه. ولعبه عماد، وياك تحسسه انك عايز منه اي حاجه، ما تنساش ان هو اللي جاي لك. انا هقوم اخرج من الباب التاني. اوكي ليت هيم اند. لما السكرتيره قالت لي ان حضرتك مصري اصريت ان انا اقابلك دلوقتي، مع ان عندي ميتنج مهم جدا مع عملاء ما ينفعش اتاخر عليهم. طبعا انا بشكر حضرتك جدا واسف ان انا جيت من غير ميعاد سابق. لا ابدا بالعكس، انت عارف الواحد لما بيفضل فتره طويله بعيد عن البلد بيوحشه اللهجه المصري، ولما بيسمعها تحس ان قلبه بيهف كده. مع حضرتك مروان ابو عرب، رجل اعمال واعلامي كبير في مصر. اهلا وسهلا بيك استاذ مروان. اهلا بيك. انا عماد ناصف، محامي وخبير استثمارات في منطقه الشرق الاوسط. اهلا وسهلا. في الحقيقة هو ده كان توقعي بالظبط. أنا لما شفت اسم حضرتك على الإنترنت قلت يعني احتمال كبير تبقى مصري، عشان كده قلت لازم أجي وأتعرف على حضرتك وأشوفك. Nice meeting you مستر مروان. أنا أكتر طبعا. في الحقيقة أنا جيت اليونان هنا عشان خاطر عايز أعمل استثمارات كبيرة، بس أنا لسه ما حددتش النشاط بتاعي يكون إيه بالظبط، عشان كده قلت لازم ادرس بالظبط السوق اليوناني ومتطلباته واكون ليا فريق عمل. اكسلنت، تفكير منطقي وسليم برضه. عشان كده انا يشرفني ان حضرتك تنضم للفريق بتاعي كمحامي وكرجل بيفهم في الاقتصاد كويس جدا في السوق اليوناني هنا. للاسف مستر مروان انا مش عارف اوصف لك انا مزنوق قد ايه في الشغل. انا عندي 7 عملاء كبار انا ماسك لهم شغلهم في جميع انحاء العالم، فللاسف انا مش هقدر ان انا امسك لحياتك شغلك، ولكن أنا هكون تحت أمر حضرتك في أي استشارة، مكتبي هيكون مفتوح لك طول الوقت. اسمح لي يا أستاذ عماد نتكلم أزا بيزنس. أنا هدفع لحضرتك ضعف أي عميل ما بيدفع لك، بس المهم إن حضرتك تنضم للفريق بتاعي. مستر مروان أنا بفهم في الناس كويس أوي ومقدر أنا بتكلم مع مين، ولكن للأسف أنا مقدرش أظلم نفسي ولا أظلم حضرتك ولا أظلم العملاء بتوعي، فعشان كده زي ما قلت لك انا تحت امرك في اي استشاره ومكتبي هيبقى دايما مفتوح لك. تمام، عظيم جدا. عموما ده الكارت بتاعي. ثانك يو فيري ماتش. واكيد خبره زي حضرتك. شكرا، اكيد هحتاج لها في يوم من الايام كاستشاره. تحت امرك اني تايم. شكرا لحضرتك، شرفت بمعرفتك. سوري على ما فرصة سعيدة جدا مستر مروان. تفضلي. ايه ده؟ باسبورك الجديد. اها. كنت عند عماد في المكتب واخدته منه. كده انت بقيتي مواطنة سورية رسمي. اشمعنى؟ ما هو انا كان لازم استغل الحاجة الوحيدة اللي انت بتفهمي فيها. وعلى فكرة كوريا، اللغة اللي انت بتتكلميها دي وفاكراها انها تركي تبقى سوري، وده باسبور سوري. هي لغة نتدارى فيها والسلام يا كوريا. أنا ما أعرفش إزاي أنتِ أصلاً كان ممكن تتكلمي مصري. لا يا أخويا إن شاء الله، هندية. لا لا لا، أبوس إيدك، كفاية عليا التركي. اسمعي، الأوضة دي باسمك دلوقتي، باسمك الجديد. كده مالكيش أي علاقة بمصر. اسمك الجديد إيه؟ نسيت. النبي كنت فاكرة، بس نسيت، معلش. يا كوريا حرام عليك اللي أنتِ بتعمليه فيا ده. المفروض ان انت كنت قاعده مع مروان المره اللي فاتت وكنت حافظه كل حاجه حصل ايه. والنعمه كنت حافظاه، كنت حافظاه، بس هو صعب كده وما بيلزقش في البق. طب قول تاني، قول تاني كده والنبي. ديما عباس. ايوه هو ده ديما. ما هو انا لازم انساه، هو في واحده اسمها ديما؟ يا بنتي فاكره ان في حد في الدنيا دي كلها اسمه كوريا؟ انت هتتريق ولا ايه؟ لا القصد المفروض ان انت سيدة اعمال كبيرة وعندك منتجعات، قصدي كرة سياحية كبيرة جدا في انحاء العالم، في كندا وفي البرازيل، وعندك مدينة ملاهي في تركيا. والنبي انا ما عارفة احفظ كل الحاجات دي ازاي، بس يلا ساعتها بقى يبقى حلها حلال. ما تلاقيش
انا هقعد معاكي واحفظك اماكنهم واساميهم بالظبط. المهم تعرفي ان الحاجات دي نازله على الانترنت بتواريخ قديمه، يعني 5 لـ7 سنين فاتوا، نازله باسمك وبصورك واضحه 100%. نهار اسود، انت نزلت صوره على النت زمن العيال في بطن البقره خدوها وعملوا بيها صور عريان؟ بطن البقره ايه بس اللي انت بتتكلمي عنها يا كوريا؟ مروان اكيد لما عرف اسمك من المطعم اول حاجه عملها دخل على الانترنت وعمل سيرش عنك انت وعماد، بدليل ان هو اتصل بعماد. سيرش ازاي يعني؟ ما تشغليش بالك، معلش كاني ما قلتش حاجه. انا عارف اللي انا بقوله لك ده صعب وانت مش مفروض تحفظيه بالظبط، بس معلش احنا لازم نحاول وعشان خاطري استحمليني. ما انا بعمل اللي عليا والنعمه، بس انا مش عارفه كده، الحاجات دي عامله زي الافلام الهندي وحاساها مش متعشقه في بعضيها كده، وهتلفق في الاخر. مش هتلفق. لا يا كوريا، احنا في وضع مفروض علينا. بصي اعملي بس اللي انا بقولك عليه وهتلاقي كل حاجه ماشيه صح. معرفش بقى، ربنا يستر. ايه اللي انت بتعمليه ده يا كوريا؟ انا عارفه يا اخوان لوكاندا اللي ما فيهاش منشر دي. وبعدين انا عايزه افهم حاجه، هي الناس اللي قاعده دي هنا ايه؟ معفنه، لا بتغسل ولا بتتشطف الا ما في حمام واحد فيه شطاط. غيارات ايه وشطافات ايه يا كوريا؟ سود، انا ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ انا اللي جبته لنفسي. قلت ايه دلوقتي طيب؟ خش، الباب مفتوح. صباح الخير. يسعد مساك. اهلا يا عماد، ازيك؟ شيل شيل شيل. ايه ده؟ لا لا، بالراحة على الغسيل هيتوسخ. ايه؟ اقعد يا عماد، اقعد اقعد، ما تخافيش على الغسيل. بغسل فيها بقى لي ساعة. عملت ايه يا عماد؟ طمني. زي ما قلت لك في التليفون، البيع عايزني انا اللي امسك له شغله، بس قلت له انا مش فاضي. مش فاضي ليه يا اخوي؟ ما كنت امسك له شغله وخد فلوسه وارجع عنه. كده احسن يا كوريا، علشان ما يفتكرش ان احنا عايزين منه حاجة. بالظبط. ده راح المطعم تاني، وادى نمرته لواحد من الويترز وقال له لما حد فينا يظهر سواء انا او كوريا يكلمه. تمام يا عماد، كده يبقى ماشي على الخطه اللي احنا رسمناها له بالظبط. خطه ايه اللي احنا رسمناها له؟ الراجل طب عليا في المكتب وانت معايا، خطه ايه؟ ده مش بعيد ليه بيخبط على الباب دلوقتي. يا اختي مين؟ هاوس كيم. يعني ايه؟ الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. الله يسلمك. ايه ده؟ اللي مصحيك لغايه دلوقتي؟ مش جايين النوم. اه طيب انا هخش انام بقى. تصبح على خير. لا استنى مروان، انا عاوز اسالك، انت كنت فين؟ اشمعنى؟ سؤال عادي يعني. في الشغل. طب انا عاوز اتكلم معاك في حاجه. خير؟ قولي. فاكر الموضوع اللي انا قلت لك لما حاسس نفسي ان انا مش خايفه منك هحكي لك؟ اه ايه، مش خايفه دلوقتي؟ لا مش خايفه. طب اقعدي واحكي. اقعدي. تعالى حبيبي. أنا معاك. أوبا أوبا. ها؟ أدي قعدتي. إيه في إيه؟ كنت عاوزة أقول لك إن أنا حامل. أيوه أنا حامل منك. في إيه يا مروان؟ هو أنت سكت كده ليه؟ أنت زعلت؟ انت زعلت؟ لا لا، زعلت ايه؟ ولي زعل؟ اصلا انا فرحانه قوي. عارف يا مروان، نفسي اطلع اتمشى معاك واتشعلق فيك كده واقول للدنيا دي كلها ان انا خلاص بقى عندي بيبي من حبيب قلبي مروان اللي سبت كل الدنيا عشانه وجريت وراه لغايه هنا. بعدين اتمنى يا رب ان هو يكون ولد ويطلع شبهك في كل حاجه، في ملامحك وفي شعرك وفي طولك وفي عينيك الحلوة دي، بس أهم حاجة يكون ذكي عشان أنت أذكى راجل أنا شفته في الدنيا، وده اللي مخليني إن أنا عايشة مطمنة معاك، لأن أنت كل ما تيجي تعمل حاجة تحسبها كويس قوي. مروان أنا نفسي يطلع صوته زي صوتك عشان أنت صوتك دافي وكل ما بسمعه بحس إن هو بيحضني كده. مروان مروان. مالك؟ لا مفيش يا حبيبتي، اصل لما كنت في الشغل كنت حاسس بشويه صداع وكده، فواضح ان ده من قله النوم، ف يعني لو ريحت شويه هبقى كويس.
ألف مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك لك. يلا يا باشا. طب وكتاب الله الجندفلي والقعده دي فكروني بابو ايه، كاني في اسكندريه بالظبط. ومين سمع ابو اير وسيدي جابر ومحطه الرمل ومنشيه وبحري؟ الله، ده انت لففها بقى يا باشا. امال ايه يا ابني، انا من الوراق يعني، ما هبطش على اي حته لما اعرف مداخلها ومخارجها واكلها وشربها. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. عارف يا ابراهيم، انت بيعجبني فيك انك مش عيل بلط، عيل خفيف كده وبتحب التنطيط. بتفكرني بنفسي ياما كنت بتنطط برضه والدنيا بتخبط فيا واخبط فيها. طب وربنا المعبود، دي شهاده ووسام على صدري يا باشا. اه والله ده شرف ليا. التنطيط حلو اه، بس مش كل حاجه، لازم يبقى عندك ده شغال. التنطيط يجيب فلوس، بس لو في ده يجيب ملايين. اللهم صل على النبي. طب وربنا، انا قاعد بتعلم منك دروس كده ببلاش. او ربنا يا باشا. اه عشان كده انت لو عندك مخ ما تلعبش معايا. ازاي يا باشا يعني؟ لا مؤاخذه، يعني ما تعملش عليا الحبتين اللي انت بتعملهم مع العيال بتوع بطن البقر. بطن البقر ايه يا باشا؟ ده انا بتاعك منحوت على دراعي. اقطعه لو دراعي كده، اقطعه. هو في ايه يا باشا؟ جاسم في اليونان، يعني ما سافرش زي ما انت قلت لي. طب والنعمه دي على عيني يا باشا، كان مسافر، يمكن رجع دلوقتي ولا حاجه، بس وربنا كان مسافر وقتها. ثلاث ايام جربتك. امين. هو ليه الحين مصمم على قتلي؟ شوف يا هيما، اكو ناس تحفر قبرها بإيدها، ومروان من النوع هذا، لكن أنت كبرت بنظري وايد. الله يكرمك يا شيخ جاسم، أنا بس فاضلني تك على مروان وأوصل للي أنا عاوزه، بعد كده بتاعك. بس أنت ما قلت لي إيش تشتغل في مصر؟ حاوي؟ آه، بسحر القرش عشان أوقعه، بس بيني وبينك أنا جايب المهموس بتاع مروان ده من فيلم أجنبي، شفته 12 مرة في السينما. حسافة، حسافة إني ما تعرفت عليك بمصر. كان شقلتك عندي وخليتك ذراع اليمين. ايه ده؟ انت عندك شغل في مصر يا شيخ جاسم؟ اوه، عندي شركات، عندي مصانع. عندي مصانع للالبسه الجاهزه، عندي مصنع للالبان، عندي مصنع للاثاث المنزلي. انا اصلا يا هيمه اقيم في مصر اكثر من اي دوله في العالم. اللهم صل على النبي، ربنا يزيد ويبارك. بس معلش، مش مكتوبه لك بقى بدراعك اليمين، بس ان شاء الله لما ارجع مصر بالفلوس هشاركك، ما تقلقش. بس ها، أحذرك شديد الحذر من هذه اللي اسمها نجوان. هذه عقرب تقرصك وتخليك جثة هامدة علشان تروح حق غيرك. لا ما تقلقش، ما تخافش على كبدكي من حرمة أبدا. أصل أنا واخد فيهم الذهبية. عجبتك يا شيخ جاسم؟ أوي. وده عجبته في إيه؟ الضغط مش مظبوط وضربات القلب مش منتظمة، لازم تروح المستشفى فورا. وحضرتك بقى يا دي مهانم بتشتغلي في ايه بالظبط؟ عندي منتجعات سياحية بكذا مكان بالعالم، بالبرازيل وكندا وعندي كمان مدينة ملاهي كبيرة بتركيا. ياه، ده حضرتك كده هتغلبي شوية باريس هيلتون. ايه، رحت كتير على باريس وتصورت جنب البرج. لا لا، بتهزر، هي بتحب الهزار. عشان باريس. انا قدمت لها على فكرة يعني دراسة جدوى بخصوص الاستثمار في مصر. ها طب عظيم، وناويين بقى ان شاء الله تستثمروا فين؟ في الساحل الشمالي ان شاء الله، في يعني قرى سياحيه موجوده في منطقه الساحل زي اوروبا بالظبط. احنا قدامنا ارض مساحتها كبيره جدا ما بين منطقه الساحل لمرسى مطروح. احنا بنفكر نعمل منتجع هناك، نفس المنتجع بتاع الهانم الموجود في البرازيل. ده هيبقى حاجه جديده على مصر، وفي نفس الوقت هيجيب ربح كويس قوي. واو
لا لا لا، فكره حلوه قوي، فكره حلوه قوي. وكمان انا عارف المنطقه اللي حضرتك بتقول عليها، وفعلا عارف انها منطقه واعده زي ما بيقولوا، بس انا يمكن للاسف ما شفتش المنتجع بتاع دي مهانم اللي في البرازيل. لا هاي مو منتجع، بتدخل فيه بتحس بانك بقطعه من الجنه، شيء بياخد العقل. الله، ده حضرتك كمان شاطره في الدعايه، ده انا كده اتشوقت ان انا اروح اشوفه. بتشرف. الله يخليك. طيب ومشروع زي دوت تكلفته قد ايه في مصر؟ بص، حوالي 120 130 مليون يورو، مش هيبقى اقل من كده، ولكن ده في الفتره الاولانيه بس. يعني في خلال 5 سنين لو بعنا المنشات السكنيه، الفيلا، الشاليهات، هنتكلم في دخل الفرينج ما بين 350 ل 400 مليون يورو. ده غير طبعا ان الخدمات الفندقيه والصحيه والترفيهيه هيفضلوا ملك للهانم وتحت ادارتها. عظيم عظيم. واكيد بقى حضرتك شفت المنطقه دي عشان كده قررت تحط فيها فلوسك وتستثمري فيها. بمصر؟ اها. مصر كتير حلوه بالصور وعلى الخرايط، بس انا ما شفتها على الطبيعه. ياه، ازاي؟ انا من رايي ان انت لازم تشوفي المكان دوت عشان تعرفي تحطي فلوسك فيه. اكيد، انا ما برمي فلوسي. وحضرتك من وين؟ من مصر. انا من الزمالك، ابا عن جد. ويمكن انتوا لو بتقلبوا في القنوات الفضائيه المصريه يعني ممكن تكونوا بتشبهوا عليا، عشان خاطر انا مقدم برامج واعلامي، وفي بقى برامج بتستضيفني وانا بستضيف ناس وهكذا يعني. انا الحقيقه ما بتفرجش، ان ما عنديش وقت، بس ما اعرفش طبعا دي مهنه. انا كتير بحب الافلام المصريه. عظيم. وبالذات الفنانين عادل امام. عادل ادهم. عظيم. عادل الفار. نعم. قصدي يعني طالما وصلنا بقى لعادل الفار. لا، ده موضوع كبير وعايز قعدة تانية. عموما أنا سعيد جدا بالقعدة دي، وإن شاء الله تتكرر. عموما ده الكارت بتاعي، ويشرفني إن حضراتكم كلموني، وياريت حضرتك بالذات تكلميني، لأن هتلاقي عندي معلومات تفيدك كتير في الاستثمار في مصر. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لحضراتكم جدا. فرصة سعيدة جدا. فرصة سعيدة. باي. فار فار يا كوريا، مشرف. تمام كده يا دكتور. بص يا ابراهيم، انا جايباك عشان اقول لك تنسى اي كلام احنا اتكلمنا فيه قبل كده. انت لا تعرفني ولا انا اعرفك. الله 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 الله، ايه نوجه سكه المطبات الجديده دي؟ ما هو خلاص، انا مروان ما بقاش ينفع ان احنا نبعد عن بعض. انت بقى اللي لازم تبعد عننا وتشيل كل الهبل بقى اللي في دماغك. هبل ايه ونيلة ايه؟ انت اللي هبله. عاوزاني انزل مصر واسيب 50 مليون؟ استهدي بالله كده يا نجوان وصلى على النبي، وما تبوظيش الدنيا عشان خاطر واعده نفسك بعيل ابن حرام. انت مالك انت؟ حياتي وانا حره فيها الله؟ انت هتزعلي في اليونان كده؟ بص يا ابراهيم، انت لو ما بعدتش عن طريقي انا ومروان هخليه ينسفك من على وش الارض. انت بقى ما تعرفش مروان لما يغدر. لا، وعلى ايه؟ الطيب احسن يا نوبه، بس انا ما ينفعش ارجع مصر. انا لو نزلت مصر سلومه هيموتني. خليني عايش معاكوا هنا وشغال سواق، وانتوا افرحوا بابنكوا زي ما انتوا عايزين. نعم يا اخويا، انت بتستعبطني ولا ايه؟ هما يومين انت هتدور على شغلانه بعيد عننا احنا خالص، والا يا ابراهيم هتشوف نجوان عمرك ما شفتها قبل كده. هات دول. شكلها هتبوظك بذاتي. تبوظ؟ تبوظ مين؟ ده انا قتيل. ماشي. يلا حبيبي. كهير، انت مش متخيل انا فرحانه بالبيبي ده قد ايه، وبعدين نفسي قوي اشوفه في السونار. يا حبيبتي انا حاسس فرحتك قوي بجد، حاسك. خد يلا انت. ايه ده انت بس؟ يلا، دي موافقتك على العمليه. عمليه؟ عمليه اجهاض؟ ليه يا مروان؟ حرام عليك، انا مش عاوزه انزله. امضي بس، امضي امضي بس، خلصينا يلا. عشان خاطر يا مروان ما تعملش فيها كده، ده انا فرحانه قوي بالبيبي ده، ونزلت واشتريت له هدوم، وبعدين انا بحبك ونفسي في حاجه منك. انا كمان بحبك، عشان عايز احافظ عليكي عايزك تنزليه. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ بلاش شغل الشلت والحواري ده، سيبك من كلام ده انتصار، ولازم تمسك الراجل وتربطيه جنبك بشوية العيال. ها، سيبك من الحاجات دي خالص،
انا حبيتك عشان انت ورق العنب، عشان انت مختلفة. طب خلاص، انا مش عاوزة جواز ولا عاوزة اي حاجة، بس ابوس ايدك يا مروان عشان خاطر ما تحرمنيش من البيبي ده. سيبهولي. مش عارف اقول لك ايه يا حبيبتي، انا كده كده مش هعترف بيه ومش هسميه باسمي. خلاص يا اخويا، خليه وانا اكتبه باسمي، مفيش ولا اي مشكلة. يرضيكي؟ يرضيكي اول بيبي ليا اكتبه باسم مرة؟ وبعدين انا كنت غايب عنك فترة كبيرة، وانتي كان حواليك ذئاب بشرية كتير، وانا مضمنش بقى اي ديب من دول جه جنبك عمل ايه وانا ما كنتش معاكي. معقولة؟ انت بتشك فيا؟ لا، انا بحبك وعايز احافظ على علاقتنا، وهكوني فاكرة ان انا قاعد باخد ودي معاكي في الكلام ودردش اذا كنا ننزله ولا ما ننزلوش. لا، انتي هتنزليه. عارفة ليه؟ عشان انا قررت. طب ولو انا مش عاوز انزله؟ يبقى قدامك حل من حلين، يا اما نستغل المكان الطبي الحلو ده وتنزليه وتبقى انت في امان. امال ايه؟ انا جايبك هنا ليه؟ عشان خايف عليك وبحبك. يا اما الحل التاني نخرج من هنا ونزله انا بإيديا، بس ساعتها انا مش عارف انت هتكوني عايشه ولا ميته. وفي الحالتين اذا كنت عايشه او ميته فاحنا علاقتنا انتهت. ها، ايه رايك؟ اختاري. اخترتي؟ امضي بقى. يلا يلا امضي. يلا حبيبتي، يلا حبيبي، بسرعه بس. ايوه، عشان اتاخرنا عن الناس. يلا. حاضر. ابراهيم، في ايه؟ في ايه يما؟ دي ايه؟ في ايه؟ ايه اللي جرالك؟ انت متقل شويه ولا ايه؟ معلش يا باشا، اصل افتكرتها كوريه، اصلها شبه الكوريين. يلا بتفضل، روح استناني في العربيه. يلا. ماشي. صدقوني غير مش مقصود ابدا، وبعدين حضرتك قلتي هتروحي مصر فهتشوفي من الاشكال دي كتير. انا اسف يا زعمات. حصل خير، حصل خير. ايه ده؟ انت لسه واقف؟ اتفضل روح على العربيه. انا مؤاخذه يا باشا. طب بعد اذنك بس يا باشا، ايه، هستاذن ساعه كده لحسن، ضربت واحد شاورما وقلب القولون عندك. طب يلا يلا يلا، روح روح يلا. انا بعتذر جدا للمره الثانيه على اللي بيحصل ده، بس صدقوني مش مقصود. فنرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبه للاستثمار. ما اظنش ان السياحه والعقارات هم دول افضل مجالين ممكن نستثمر فيهم. سيجاره وزعمات. الصلاة على الصلاة يا ست سوريا، الصلاة على الصلاة. بقى سايبك في مصر كوريا بقيتي سوريا. ايه ده؟ ايه يا اخ انت اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ انت اللي عاوز ايه؟ انا خاطبها، ما تقولي له يا ست سوريا. ده الاستاذ عماد المحان. اهو انا هفضل في حضن البقف ده كتير؟ سيبه يا اخ، سيب. في ايه؟ عاوز ايه؟ احنا مش قلعنا الدبل وخلصنا؟ وماله؟ بس يا بت ده في ايه؟ ده احنا طلعنا جامدين قوي، ورينا. ايه ده؟ ها؟ ده احنا طلعنا جامدين يا بت. اخلع من هنا كبداك، وانا سايبه مصر كلها عشان تنط لي هنا؟ اخلع مين؟ بقى انا سايب الراجل الكبير وجاي لك وتقولي لي اخلع؟ اخلع مين؟ امال عاوز ايه يعني؟ انا مش عاوز، انتوا اللي عايزين، انت والراجل اللي مشغلك ده. بقول لك ايه؟ استاذ كنتاك انت، لو في طريقه محترمه اكتر من كده نتكلم. لا، كنتاك ده عند امك في مصر. بس لو عايزين نتكلم باحترام وماله؟ نتكلم، انت عارفاني محترم، زباله بس محترم. يلا. أيوة. نتكلم باحترام. حاضر يا اخويا. اتفضلوا. يلا. يلا. اما كنت عايشالي في دور عبده موتى ليه؟ صلوا بقى على اللي هيشفع فيكم. المصلحه دي بتاعتي، ها؟ وفلوس مروان دي كلها كانها مكتوبه باسمي في البنك الاهلي، وانا من صغري اللي ينط على لعبتي انط على رقبه امه. يو، انت هتاكلهم بالصوت ولا ايه؟ الليله دي مش ليلتك يا كبداكي. وبعدين تعالى هنا، فلوس اللي انت كابشها في عبك دي، ده انت حيلا سواق البيت. سيب الدكتور والاستاذ يشوفوا شغلهم، عايزين نرجع البت، عايزين نطلعها من السجن، البت غلبانه مربيه في مصر. وبعدين بقول لك ايه، انا مش جاي هنا اتخانق معاك على لقمه عشان اكلها منك، انا جاي ارجع الرغيف كله لصاحبته. بص يا ابراهيم، انا هقول لك كلمتين كده بالعقل علشان مصلحتك. لو انت فاكر بطريقتك دي وبحركاتك
هتعرف تضحك على مروان تبقى غلطان. يا عم تنيل بقميصك ده، انا مش هعرف اضحك على مروان؟ يعني انت لما تلبس كوريا فستان مفتوح هتوقعه على اسنانه؟ زي ما كوريا قالت لك بالظبط ابراهيم، لا احنا جايين نسرق ولا جايين ننصب، احنا جايين نرجع الفلوس لصاحبتها. والنبي يا عم الحاج انت بالذات تسكت خالص، ده انت بالذات مروان معلم عليك مرتين قبل كده، مره لما قلب فلوس الست المحبوسه ومره تانية لما قلب منك خطيبتك، فما تجيش بقى في اليونان تعمل لي احمد السقا. ابراهيم انت انسان مش محترم. يا عم اسكت بقى وخلي ليلتك ام نجوم بدل ما غيم لك وعتم لك ابوها. استنى بس يا نادر نسمع الراجل بيقول ايه. حكيتكي في ايه؟ بس اسكتي انت كمان، بقول لكم ايه؟ من الاخر كده المصلحه دي بتاعتي، ها؟ ولو شفت كوريا مع مروان تاني انا هكب جزع المصلحه وتولع بينا كلنا. يو هو في يا ابراهيم؟ نعم. هو انت ناسي لما كنا في مصر وكنت عماله اتخانق معاك عشان تبعد عن الواد طعن والعيال اللي معلم ماشيين في الشمال؟ هو انت جاي كمان هنا تمشي لي في الشمال؟ انت ايه ما بتحرمش؟ حرام عليك يا ابراهيم، عايزين نراجع البنت جول اللي مرميه في السجن دي. حرمت عليك يا عشت، حرمت عليك يا عشت، انت لابسالي فستان مفتوح ومشالي مع رجاله ببدل وجاي تتكلمي؟ بس احنا بقى كوريا لينا بلد تلمنا. والله بقى انت مالكش حكم عليا. مش انت كنت شايفني في مصر ناقصني دقن وشنب؟ خلاص يبقى انا حره بقى بكيف بشوق اعمل اللي انا عايزاه. الجزمه في اليونان. لا والمصحف في الجزمه في اليونان. ده احنا في غربه يا ابراهيم. ماشي انا همشي، بس بقول لك يا دكتور، انت عارف خطيبتك فين دلوقتي؟ في المستشفى بتسقط عيل ابن حرام من مروان. انت بجد بقى؟ يا لهوي ده مجنون ولا ايه؟ ما هي مش بالبدل، لا مؤاخذه مش بالبدل، عارف لو بالبدل كان زمان مندوبين المبيعات ماسكين العالم. الحمد لله على السلامه يا ورق العنب، بالذمة مش كده احسن؟ لا شايله ولا جره ولا بامبرز وحضانات وحضانات. يا حبيبتي اللي زينا مالوش تقطان على الحاجات دي. مسجله ابراهيم كبداكي عندك ايه؟ ابراهيم؟ ها؟ وانا هسجل نمرة ابراهيم عندي ليه؟ صحيح. هتسيبيه عندك ليه؟ عندك حق. عندك حق. حركة برضه حلوة. كبدة ريستوران. لا برافو. يلا ايوه يلا خدي قولي له ان احنا مستنيينه عشان يروحنا. يلا ماما يلا بالراحة. طيب الو. ايوه يا ابراهيم. انا جوانا حبيبه قلبي. تعال للمستشفى عشان ترجعنا على البيت. ايه ده، هو مروان مش عندك ولا ايه؟ ليه ما كلمنيش هو؟ تعال بس يلا يا ابراهيم ما تتاخرش، احنا مستنيينك. يلا طب تمام، مسافه السكه. سلامات يا نجا حبيبه قلبي. سلام يا ابراهيم. الف سلامه عليك يا ورق العنب. ألف سلام. أنت اتعلمت السواقة فين يا كبداكي؟ ياه ده حوار يا باشا. كمل على طول كمل. وإحنا مش هنروح على البيت ولا إيه؟ لا لا لا. اطلع المطلع واحكي. مفيش يا باشا. وإحنا صغيرين كان في واحد صاحبي أبوه كان عنده تاكسي. كنا دايماً نعلق التاكسي من أبوه ونطلع نشقط بين السواقين. شاي يا إبراهيم. واتعلمت بقى تخش يمين؟ إيه يا باشا لا مؤاخذة؟ اتعلمت تلف الدريكسيون وتخش يمين؟ يا باشا يمين وشمال. طب خش يمين. خش ماشي يا باشا. ابراهيم ده نمره. خش شمال يلا. تمام يا باشا. دوس فرامل وركن على جنب. لا يا ابراهيم ما تعملش كده، ده هيموتنا. يلا حبيبي انزلوا. حرام عليك يا مروان، والله احنا ما عملنا حاجه، وبعدين انا كنت هحكي لك على كل اللي ناوي يعمله. والله العظيم صدقني يا مروان عشان خاطري. طيب انزلوا انزلوا بهدوء كده. يلا يلا. طب عشان خاطري والله العظيم ما عملنا. يلا طيب ماشي.
هايدي، دي أول أجازة أخدها من 4 سنين مثلا. طب وأول أجازة هتاخدها هتقضيها جنبي هنا في المستشفى وفي السجن؟ دي غيرتيني أوي وغيرتي نظرة الحاجات كتير. إزاي يعني؟ أنا ندمت إني جبتك هنا، وحاسس إن أنا حطيتك في المكان الغلط. كان المفروض أتحرك في الاتجاه التاني وأحاول أثبت براءتك، مش أغمي عينيا وأمشي ورا الأوامر وأدخلك السجن بإيدي. بس ده ما كانش كلامك في الأول. مش بقول لك اتغيرت. لو التغييرات دي هتبوظ لك حياتك وشغلك فابعد عني أحسن. لا مش هبعد، وزي ما دخلتك هنا بالقانون هخرجك برضو بالقانون. أقول لك على حاجة؟ قولي. أنا مش ندمان إن أنا حكيت لك على كل حاجة. كان لازم قبل ما أقولك إني بحبك إن أحكي لك على كل حاجة. عارفة بقى مين أكتر واحد في الدنيا نفسي أشكره وأقتله في نفس الوقت؟ مين؟ مروان أبو عرب. اشمعنى؟ عاوز أشكره لأنه لو كان بني آدم طبيعي ومش نصاب عمرنا ما كنا هنتقابل. عاوز أقتله عشان اللي عمله فيك. وأنا مع إني لسه زعلانة منك بس برضو عايز أشكرك عشان أنت ما خذلتنيش، ما خلتنيش أفقد الثقة في كل حاجة حلوة بحس بيها. ليه كده يا إبراهيم؟ ليه كده؟ الله، هو أنا يعني عشان عاجز تقوم أنت تجري؟ أنا مش هعرف أجري وراك؟ ماشي يا هيبة. عارف يا إبراهيم؟ أنا اتولدت من الوراق عند حتة كده اسمها مصنع الكراسي، ما كانتش معروفة بس احنا اللي شهرناها. عارف ليه؟ عشان لما كان عين يدينا ولا حاجة كنا ناخده ورا مصنع الكراسي ونعلم عليه. بس بعدها بقى مش ألعب مع العيال، بقيت أحب ألعب مع الله عشان أنا بعرف ألعب. كسبت 50 مليون، سبت الوراق وسبت مصر وجيت قعدت هنا. فأكيد مستحيل وأنا أكررها تاني وألعب مع عيال زبالة زي والله العظيم. أنا كنت هقولك، كنت هقولك على إبراهيم وناوي يعمل معاك إيه، بس يعني ما جاتش الفرصة والله. حبيبي عايز اعرف منك حاجه. ما انا عارف من اول كل حاجه من ساعه ما كنت في مصر ومعاك المحمول اليوناني بتاعك، وعشان انت جاهله وغبيه مش عارف ان انا كنت عامله رومنج. يعني ايه يا هيمه؟ ها رومنج يعني تجوال، وتجوال يعني دولي. بما ان حضرتك في التجوال قافله الموبايل وترد عليا الرساله بتاعت الشبكه المستضيفه، يعني انا اول ما اتصلت بيكي على المحمول اليوناني بتاعي اللي معاكي في مصر ردت علي أميرة الأمراء وقالت إيه؟ هذا الرقم ربما يكون مغلقا. والله كان ليها وحشة. عارفة لو كان الموبايل مفتوح كنتش عرفت أنت فين. فاتت عليكوا دي صح؟ فاتت عليكوا. والله العظيم مش أنا اللي عملت كده، ده إبراهيم هو اللي قايل إن أنا عامل كل الكلام ده والله. واطي يلا يا واطيه. شفتي يا ايمه؟ شفتي نجوان عايزه تلبسك ازاي؟ واطيه ايه بقى ولا مش واطيه صح؟ نجوان طلعت واطيه صح؟ بقول لك يا باشا الحوار ده بينكم وبين بعض انا ماليش فيه. انا لا اعرف نجوان دي ولا شفتها الا ما خبطت عليكم باب الشقه. هي حاولت تلف عليا صحيح وانا استعبطت، غير كده ما اعرفهاش. عيل ذكي فضرب نفسي هنا من الشارع قبل ما اعملهم يطلع عيل اهبل. يا ابني انا عارف من ساعه ما خبطت الشقه وراها
انك معايا يعني نجوم ما تتصرفش كده من دماغها ابدا. انا هقول اللي امام مين هيتصرف بدماغ مين. يا باشا بقول لك معرفهاش، روح شوف هي بتحطها بدماغي. عرفوني من الحوار بتاعكوا ده. ما تصدقوش يا مروان، والله العظيم ده عيل كذاب والله. انا بقى عامل الفيلم ده كله عشان اشوف اللقطه دي وكل واحد فيكم بيبيع التاني ولا كلكم كلكم وموضوع موضوع الوصل ده كوم. لا 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 كانت حلوه يعني الوصل في الشنطه تتسرق يجي لي فيعرف العنوان. لا 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 مرعبه. بس اللي انا عايز اقوله لك بقى ان الوصل ده كان قديم جدا وانا رميه في الدولاب وقبل ما نجوان تسافر مصر، يعني هي ما تعرفش بيه حاجه. هي كل ما في الموضوع خدته حطيته في الشنطه عشان تعملوا الفيلم العربي ده. عارف يا نجوان انا شاطر. انا شاطر. برافو برافو مروان برافو. عارفه انا سبتك ليه قبل ما تقضي فتره؟ عشان دي الحاجه الوحيده اللي كانت شكلها وقعدت فكرت فيها، يا ترى الواد اللي بطني ده ابني ولا ابن ابراهيم؟ عشان كده عشان كده قعدت افكر لغايه ما وصلت الحل. قلت لو قلتيلي على علاقتك بابراهيم يبقى ابني، ولو ما قلتليش يبقى مش ابني. انت ما قلتيش. والله العظيم وربنا ده كان ابنك والله. لا فلتت منك دي يا باشا، انا ما نستاهلش. ممكن يكون عندك حق كده، انت ابتديت تفهم تبقى شاطر، لان فعلا نجوان مش رخيصه كده. بس كده يبقى الموضوع اوسخ، لان ازاي يبقى في بطنها ابني وتتفق مع حشره قذره زيك؟ لا ما تقولش كده. طب حتى اساله انا قلت له ايه؟ انا قلت له لو ما بعدتش عننا وعن حياتنا انا هبلغ مروان بكل حاجه والله العظيم. بقول لك ايه يا باشا؟ ما المسامح كريم، ايه رايك؟ احنا غلطنا وانت الكبير والكبير بيسامح. مشكلتك يا ابراهيم انك حسسني وعارف ان انا طيب، عشان كده انا مش هقتلكم، انا بس هعمل فيكم زي ما كنا بنعمل زمان، هعلم عليكم زي ما كنت بعمل في العيال ورا مصنع الكراسي. عشان خاطري حرام عليك. يلا حرام عليك يلا.